أهلا متابعينا الكرام، في مقطع جديد اليوم بعض الكلمات راح نتعلمها هي جزء من النظرية الواقعية الرياليزم. عندنا مصطلح ماكيافيليان، ومثل ما نعرف هي من ماكيافيليانزم الميكافيلية، وهذا المصطلح يعود للمفكر الإيطالي نيكولو ميكافيلي، وفي كتاب الأمير The Prince طبعا يقول أنه الغاية تبرر الوسيلة، The end justifies the means، أي بمعنى أنه من الصفات البشرية هو يعني الوصول للهدف عن طريق وسيلة بغض النظر regardless of principles or values، بغض النظر عن القيم والمبادئ، وهذا يعني يتصف بها كثير من البشر. وطبعا يعني كتاب The Prince مهم جدا أيضا في السياسة، يعني في الـ politics. وعندنا أيضا مصطلح nefarious بمعنى wicked or evil، على سبيل المثال a nefarious plot. وعندنا أيضا مثل ما نعرف مصطلح opportunist اللي هي من opportunism، أي بمعنى الانتهازي. فهذه مثل ما قلنا هذه المصطلحات تقع ضمن النظرية النقدية اللي تسمى realism الواقعية. شكرا جزيلا، وألتقيكم في مقطع آخر إن شاء الله.